پارہ نمبر چار صفحہ نمبر بارہ سورة آل عمران مدنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فروردگار صاحب ایمان بنا دل فروردگار صاحب ایمان بنا دل اور کلمہ جو پڑے سچا مسلمان بنا دے پروردگار صاحب ایمان بنا دے گھر گھر سے روز آتی تلاوت کی صدائیں تلاوت کی صدائیں گھر گھر سے روز آتی تلاوت کی صدائیں تلاوت کی صدائیں گھر گھر سے روز آتی تلاوت کی حافظ قرآن بنا دے اور چھوٹے بڑے کو حافظ قرآن بنا دے پروردگار صاحب ایمان بنا دے کمزور کو ستائے نہ اکثر کوئی ظالم کمزور کو ستائے نہ اکثر کوئی ظالم نہ اکثر کوئی ظالم کمزور کو ستائے بسوں کا بھی مربان بنا دے
شكرا جزيلا ان شاء الله কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মুসাবাকা প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে এর আগে যারা প্রতিযোগীবৃন্দ আছেন তাদের বিশেষ নির্দেশনা বা হেদায়েত স্বরূপ আমাদের সামনে উপস্থাপনা করবেন কলকাতা কোরআনে আলো ফাউন্ডেশনের বিচারক আরি শাকির স্যার তো আপনি মুসাহিন হযরত কো কওয়ায়েদ মুসাবাকা কে বারে মে আগাহ করনে কে লিয়ে মে দাওয়াত দেতা হো আরি শাকির সাহেব কো কে ও হামারে সামনে কওয়ায়েদ দা মুসাবাকা কে বারে মে কুছ আগাহ কি বাত করে জাযাকুমুল্লাহ আহসান আল জাযা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتلناه ترتيلا وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه معزز أساتذة الكرام حاضرين المجلس طلبائي عزيز الله تبارك وتعالى کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ الله تبارك وتعالى نے ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت پر جمع فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرما ہے میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ کچھ باتیں نہ کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ آج ہمیں قرآن کریم کے مسابقے میں شامل ہے تو اس کے کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں تو آج ہمارے مسابقے میں جو اصول طے ہوا ہے وہ آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ لفظی غلطی لہنے جلی جس اعتبار سے ہو الفاظ کے حروف کے اعتبار سے حرکت کے اعتبار سے لہنے جلی کی جتنی بھی صورتیں ہیں اگر لہنے جلی آپ کی ہو رہی ہے تو ایک لہنے جلی پر پانچ نمبر کٹ جائیں گے پھر اسی طرح آپ پڑھتے پڑھتے اگر بھول جائیں تو بھولنے سے تین نمبر کٹ جائیں گے اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہوئے حکم صاحبان کی طرف سے اگر آپ کو لقمہ دیا گیا تو اس میں دو نمبر کٹ جائیں گے اور اگر آپ بھولے اور خود سدھار لیں تو اوپر ایک نمبر کٹے جائیں گے اسی طرح پڑھنے میں اگر شک ہو پڑھ تو رہے ہیں صحیح یہ ہے کہ نہیں یہ ہے کہ نہیں تو اعتماد کی کمی ہونے کی وجہ سے جس کو تردد کہتے ہیں اس پر ایک نمبر کٹے جائیں گے اور قرآن کریم کے پڑھنے کے جو قواعد اور اصول ہے اس پر بھی نمبر کٹ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو ترتیل سے نازل فرمایا اور پھر اسی کے ساتھ پڑھنے کا بھی حکم فرمایا اور ترتیل مجموعی طور پر دو جز کے نام ہیں مخارج و صفات اور وقف و الفاظ تو ان میں اگر آپ کی کمی ہوگی تو اس میں بھی نمبر کٹ جائیں گے تو طلباء عزیز آپ بے خوف و خطر جب آپ کی باری آئے تو پڑھنا شروع کریں وآخر دعوانا الحمدللہ
الحمد لله جزاكم الله احسن الجزاء আমাদের সময় অত্যন্ত কম এই কম সময় থাকার কারণে দুই এক মিনিটের ভিতরে আমাদের বিচারক হযরত খুব কম সময়ের ভিতরে আমাদের যে উসুলে মুসাবাকা বা মুসাবাকার যে নিয়ম কানুন সেটা বলে দিয়েছেন তার মধ্যে যে নিয়মগুলা বিশেষ বিশেষ যে নিয়ম সেই নিয়মের মধ্যে উনি বলেছেন যে যদি লফজি গলতি অর্থাৎ শব্দের মধ্যে কোনো যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে যেটাকে আমরা লেহনে জলি জলি বলি সেই লেহনে জলি যদি হয়ে থাকে তাহলে পাঁচ নম্বর এরকমভাবে যদি কোনো প্রতিযোগী পড়তে পড়তে যদি আয়াত ভুলে যায় তাহলে তিন নম্বর তিন মার্ক কাটা যাবে এরকমভাবে যদি বিচারকের পক্ষ থেকে কোনো লোকমা দেওয়া হয় তাহলে এই লোকমার জন্য দুই নম্বর কাটা যাবে আর যদি কোনো প্রতিযোগী কোনো আয়াতের মধ্যে শক হয় তাহলে এই শখের জন্য সন্দেহ হয় তাহলে এই সন্দেহের জন্য এক নম্বর কাটা যাবে যাই হোক আমাদের এই বিচারকগণ কলিকাতা কোরআনের আওলার কাউন্সিল থেকে এসেছেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ওনারা সুষ্ঠুরূপে বিচারক কার্য পরিচালনা করেন আমরা আমাদের প্রোগ্রামের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য আমরা ওনাদেরকে কলিকাতা থেকে দাওয়াত দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ওনারা সময় মতো এসে আমাদের এখানে পৌঁছেছেন সুতরাং আমরা আমাদের মাদ্রাসার পক্ষ হইতে ওনাদেরকে অশেষ শুক্রিয়া ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমি প্রথমেই আমাদের প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে যারা বাইরে আছেন দয়া করে সবাই স্টেজে এসে পৌঁছে যান আমাদের প্রতিযোগিতা এখনই শুরু হয়ে যাবে প্রতিযোগিতার জন্য গরম পানির ব্যবস্থা রয়েছে যে প্রতিযোগীর গরম পানির খাওয়ার প্রয়োজন উনি প্রথমে গরম পানি খেয়ে নেবেন এরপরে খেলাও শুরু করবেন তাই সময় যেহেতু কম ভিন্নদিকে আজকে জুমার দিন আমাদের প্রথম পর্ব এখন থেকে শুরু হয়ে 12টা পর্যন্ত হবে মধ্যে নাস্তার জন্য বিরতি থাকবে কিছু সময় তো 12টা পর্যন্ত এই সেশন চলতে থাকবে এই সেশনের প্রথম প্রতিযোগী যিনি আছেন প্রতিযোগী নম্বর এক ওনাকে আমি ওনার আসনে স্টেজে আসার জন্য আমি আহ্বান করছি প্রথম প্রতিযোগী প্রতিযোগী ভাই যিনি আসবেন আসার পরে সামনে একটা বক্স রাখা আছে এই বক্সের মধ্যে তোমাদের প্রশ্ন রাখা আছে এখান থেকে একটা পর্সা তুলে কায়সা তুলে এরকম ভাবে দ্বিতীয় প্রতিযোগী আসবে উনি একটা পর্সা নিয়ে ওই সাইড ওই সাইডে দেবে তো আমরা তিনজন বিচারক আছি একের পর এক এক প্রতিযোগিতাকে প্রতিযোগী ভাইকে একই আগে হাকাম প্রশ্ন করবেন ঠিক আছে আর প্রশ্ন করার পরে যদি বুঝে না আসে তাহলে একবার ছাড়া দুবার দুবার ছাড়া তিনবার যে কাছে করবে পড়া শুরু করবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্ন বুঝে না আসবে শুরু করবে না শুরু করলে তুমি বুঝতে পারবে প্রশ্ন শুরু করে দিয়েছ তো এতে টাইম অপচয় হবে আর তোমার নাম্বারও মার্কও কাটা যেতে পারে এই জন্য এসব জিনিসগুলো দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন বুঝবে বুঝে তারপর পড়া শুরু করবে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم تضحمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم تضحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه
إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تولون مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما خير لأنفسهم. پارا نمبر چار صفحہ نمبر بارہ. سورة آل عمران مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد پارہ نمبر 17 صفحہ نمبر 11 سورة الحج مدنية اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يجادل في اللہ بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى أرذل
عن العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مهلنا پارہ نمبر 23 صفحہ نمبر 9 سورة الصافات مکیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد مننا علی موسیٰ و ہارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان عليما حكيما. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان عليما حكيما. إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف إنه كان بكل إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وعماتكم وخالاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واصبر وما صبرت إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ويقولون متى ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ولا يحزنك قوله إن الله سميع بصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ولا يحزنك وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واذكر عبدنا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وخذ بيدك ضغثا فاضرب ولا تحنث فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبدنا أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادنا أيوب حسبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين
فلما جاءهم الحق من عندنا कौन से बारे में पढ़े जो पढ़े आपने कौन सा पढ़ा وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من عذاب يوم أم يقولون افتراه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا قل كفى به شهيد هو أعلم بما تفيضون فيه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشر المحسنين وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أفلم يدبروا القول أم جاءهم من الآيات ما فيه أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أم جاءهم ما لم يأت
آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق أكثرهم للحق بل أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق أكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق بل جاءهم بالحق ولكن أكثرهم لل بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا أم تسألهم خرجا فخرج ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
لهم في أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وكذلك نجزي الظالمين إني أريد أن تبو بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه وقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فطوعت له نفسه وقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه
فأصبح من النادمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلا تعقلون. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم مهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقبل غروبها. ومن آناء الليل وسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل وسبح بحمد ربك. ومن آناء الليل وسبح بحمد ربك. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدنك عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. والذين كذبوا بآياته أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين.
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. আমাদের আধা ঘন্টার বিরতি থাকবে।